استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلمين الوطنيين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراضا عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها جهود مصر في مواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب، كما تطرقت المباحثات إلى عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق بشأن أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع واحتواء التوترات الأخيرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وتناولت المباحثات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر لتغليب الحوار وتفعيل جميع السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع.